الإمارات العربية المتحدة. نحن الآن في مطار دبي الدولي حتى التوقيت المحلي يشير للساعة 8:45 صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية هي 32 درجة مئوية. الركاب رغم استخدام هاتف النقال يمكن تشغيله الآن. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء في مقاعدكم حتى التوقف التام للطائرة وإطفاء إشارات رفع الأحصنة. أرجو الامتناع عن التدخين حتى وصولكم منطقة المخصصة للتدخين داخل أمان المطار. قبل مغادرتكم الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع أعطائكم الشخصية وعلى اتباع نفس خزانة الأمتار لاحتمال تغيير الوضع الساعة خلال الرحلة. مسافرين الكرام، بالنيابة عن القبطان زاهر كورة وطاقم الطفلة، كان شرف خدمتكم على المدينة. المدينة الرحلة والطلعة ترحب بكم مجددا على مدينة رحلات أخرى في المستقبل. أنا أتمنى لكم إقامة سعيدة هنا في إمارة دبي. أمل سافي مواصل سفر الحياة المخرة. فنتمنى رحلة سعيدة لوقت خاصة فيهم. رحلاتكم مقبلة لرسالة موقع الإلكتروني www.omanair.com. نشكركم على احترامكم طلال الأماني ونتمنى لكم صباحا سعيدا. Ladies and gentlemen, welcome to United Arab Emirates, where we have arrived at Dubai International Airport. Local time here is 8:50 a.m. and outside temperature is 32 degrees Celsius. Passengers who wish to switch on their mobile phones may do so now. For your safety, please remain seated with your seat belts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off. Please refrain from smoking until you are inside the terminal building and only in designated smoking area. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. Taking care when opening the overhead storages, as baggage may have moved during the flight. Ladies and gentlemen, on behalf of